معكم منير ايت بلا امين مال جمعيه ما تقيش حومتي. جمعيه قامت بهذه المبادره الانسانيه من اجل تعزيز مخزون الدم بمركز تحقن الدم بمراكش خلال هذه الفتره اللي تعيشها المغرب في مواجهه فيروس ديال كورونا. وتتسعى الجمعيه بهذه المبادره الى ترسيخ ثقافه ديال التضامن وزياده الوعي في اتجاه ديال التبرع بالدم. واللي تنبغي نطلب من جميع الجمعيات اللي كاينين في المغرب انهم يقوموا بهاد الحملات التبرعيه، لحقاش راه المغرب تيعاني من خصاص في هاد الماده الحيويه، وغادي يمكن لينا نقدوا الحياه ديال الارواح اللي محتاجينها. وبهذه المناسبه تنبغي نوجه الشكر للسلطات المحليه بجميع مكوناتها اللي تعاونوا مع الجمعيه منذ انطلاق الحمله، والساكنه اللي لبات النداء، وحجات المركز هنا بازيد من 200 متطوع، وباقي العدد لحد الان باقي في تزايد. محمد مكوني من الساكنه ديال ازلي جنوبي، وتنتمي للجمعيه ما تقيش حمتي. وكانت المبادرة هذه ديال التبرع بالدم، الناس الأصدقاء والدراري الشباب ديال الحومة استجبوا للنداء ديال الجمعية والتبرع بالدم، وكل شيء داز بخير على خير. الناس الدراري جاوا رجع العيالات، كلشي يتجمع كلشي يد وحده، والله يجازيهم بخير. وتو من المنبر هذا تنشكر الدراري اللي صارين على هاد المبادره هادي، والناس ديال الجمعيه كاملين واحد واحد، وشكرا بزاف. وتنشكروا اي واحد ساهم وتبرع بالدم ديالو على الناس اللي محتاجين، وشكرا.